بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه صوم العذراء وعيد العذراء، ربنا يعيد الايام ديت عليكم بخير. انا اسمي ابونا بشوي اندراوس من كنيسه ماري مرقس بواشنطن، وعندي الحقيقه رساله عاجله ومهمه تخص المدارس القبطيه في الولايات المتحده الامريكيه. طالبين مساعدتكم ان هم يفوزوا بجائزه كولز. كولز هو محل في امريكا مقدم جائزه $500,000 لعشرين مدرسة هتكسب المسابقة ديت. المسابقة ديت موجودة على الفيسبوك، والمدرسة اللي هتكسب اللي هتاخد أكتر فوتس أو تصويت يعني. وأي واحد فينا عنده أكاونت على الفيسبوك يقدر يدخل ويعمل 5 votes، يعني 5 أصوات للمدرسة اللي هو يحبها ديت. يدخل على www.facebook.com/calls KOHLS، وبعدين يطلب ان هو يدور على المدرسة اللي بيحبها. المدرسة بتاعتنا في واشنطن اسمها Good Shepherd Christian Academy في فيرفاكس فيرجينيا. Good Shepherd Christian Academy فيرفاكس فيرجينيا. والمدرسة التانية موجودة في ناشفيل اسمها سانت كليمنت كوبتيك أرثوذكس أكاديمي، موجودة في ناشفيل تينيسي. ممكن ندي 5 أصوات للمدرسة دي و5 أصوات للمدرسة دي. اللي ما عندوش أكاونت على الفيسبوك ممكن يعمل أكاونت، بس لازم يكون عنده إيميل. ده كل اللي مطلوب، وان الواحد يعمل اكاونت سهل جدا وبسيط. ممكن يسأل اي حد من الخدام، اي حد من الشباب اللي بيعرفوا في الموضوع دوت. سهل جدا ان الواحد يعمل اكاونت، ولو مش عايزه بعد كده بسهولة جدا الواحد يقدر يلغيه. بس الاصوات دي الحقيقة مهمة جدا. والمسابقة هتنتهي 3 سبتمبر، يعني قربت خالص. احنا المدرستين كان ليهم ترتيب حلو وسط اول 20 مدرسة، ولكن ابتدوا ينزلوا لان في الجالية اليهودية مشجعة كل المدارس بتاعتها، والحقيقة الاصوات بتاعتهم عمالة تزيد كل يوم باعداد كبيرة جدا، وطبعا اصواتنا مش بتزيد بنفس العدد. فاحنا طالبين مساعدتكم الفورية، مش بس ان كل واحد فيك وكل واحد في الاسرة يعمل فوت او تصويت، انما يخلي كل اللي يعرفه، يقول كل اللي يعرفه. موضوع سهل جدا، يدخل على www.facebook.com/calls KOHLS ويقدر ان هو يعمل فوت، ولو ما عندوش اكاونت يقدر يعمل اكاونت. الموضوع ده الحقيقة هيساعدنا كتير، وهيساعد المدارس القبطية الموجودة في أمريكا. أي حد هيعمل الموضوع ده ربنا هيعوضه ويقبل التقدمة بتاعته ببركة هذه الأيام المقدسة، بركة أمنا العذراء وبركة قداسة البابا اللي دايما بيشجع المدارس القبطية. نشكركم، ربنا يعوضكم ويعوض الأباء ويعوض الكنائس الحلوة زي كنائسكم وكنيستكم اللي شجعتنا ان احنا نعرض العرض دوت. لو تقدروا تسألوا هتلاقوا في خدام في الكنيسة معهم كمبيوتر هيقدروا يساعدونا ان احنا نعمل الموضوع دوت بأسرع وقت ممكن. ربنا يبارككم ويعوضكم. لإلهنا كل المجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.